السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سادس؟ معكم وفاء حسين، أكاديمية الذكاء الدولية. اليوم يا مس نخ التلاوة وتجويد في التربية الإسلامية، صفحة 47 يا مس، نأخذ سورة الحديد الآيات من 13 ل 21، نأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من آباء ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. مثل اليوم نعطيكم أحكام النون والتنوين. أحكام النون الساكنة، إذا عندك كلمة نهايتها نون ساكنة أو تنوين ويجي وراها مثلا أحرف الآ، بداية يعني بداية الكلمة التالية إلها آ أو إه أو إع أو إغ أو إح أو إخ، بكون عندنا هذا يمس إظهار، يجب علينا أن نظهر الحرف. الحكم الثاني اللي هو الإدغام بيجي عنا له قسمين أو نوعين. أول نوع هو بغنة، الإدغام بغنة جمعت لكم إياهم بكلمة واحدة اللي هي ينمو. كلمة ينمو إيش هي؟ حروفها الإي والإن والإم والأو، أربع حروف. إذا جاء قبلها كلمة نهايتها إن أو نون ساكنة أو تنوين، والكلمة التالية للكلمة التي تنتهي بنون ساكنة أو تنوين، مثلا بداية الكلمة التالية إلها يا إي أو إن أو إم أو، بكون عندنا إدغام بغنة. أما إذا كان بدايتها إل أو إر بكون إدغام بغير غنة.
أيضا إذا جاء عندك نهاية الكلمة تنوين أو نون ساكنة وبداية الكلمة التالية إلها إب، بكون عندنا إقلاب. إذا الإقلاب بس حرف إله واحد اللي هو الإب. أما بقية الحروف يمس غير أحرف الإظهار أو أحرف الإدغام بغنة أو غير غنة أو بغير غنة أو أحرف الإقلاب، بقية الأحرف بكون إخفاء. واضح؟ بقية الأحرف بتكون إخفاء. إذا هاي مهمة يا مس، هاي ورقة عمل إن شاء الله أنا بنزلكم إياها على التطبيق، اللي هي أحكام النون الساكنة والتنوين زي ما أنتم شايفين هاي. إذا قدرتوا تكتبوها اكتبوها، إذا ما قدرتوا ببعث لكم إياها على التطبيق. هاي أحكام النون الساكنة والتنوين. أول شيء عندنا الإظهار، أحرف أه إه إغ إح إخ، ست حروف. الإدغام عندنا قسمين، بغنة وبغير غنة. غنة في أحرفهم في كلمة ينمو، الإي والإن والإم والأو. أما بغير غنة الإر والإل والإر. الإقلاب حرف واحد هو الإب، أما الإخفاء هو بقية الأحرف. بقية الأحرف. الآن يا مس في عنا السؤال الأول، استخرج من الآية الكريمة 21 مثالا واحدا على حرف غنة مشددة والإظهار والإدغام بغير غنة. آية 21 بده إياها صح؟ آه. 21 وينها؟ هيها هيها. عنا بغير غنة، بغنة عنا مغفرة من، زي ما انتو شايفين تنوين وبداية الكلمة اللي وراها ام. هاي من احرف مين يا مس؟ الادغام بغنة. هيها ادغام بغنة. هيها بيجي عندك تنوين نهاية الكلمة اللي قبلها او نون ساكنة، وبداية الكلمة اللي وراها ايش بتكون؟ ام. فبكون عنا هون ادغام بغنة. واضح يا مس؟ هيها ادغام بغنة، اكتبوا فوقها ادغام بغنة. اما نون وار ادغام بغير غنة، لانه احرف بغير غنة يا مس الو ار، فبيكون عندنا هون ادغام بغير غنة. جنة عرضها، عندك تنوين وبيجي واجا بداية الكلمة حرف الاول اع، هاي من احرف الايش؟ الاظهار. هيها يا مس من احرف الاظهار الاع، فهذا بنسميه اظهار. اه حبيباتي خليني أمشي معكم ببداية الآية، نستخرج الأحكام التلاوة، أحكام النون الساكن والتنوين. أول شيء عنا يا مس عنا للذين آمنوا، عندك النون مع الآ هذا بنسميه إظهار. أيضا نقتبس من نوركم، من نوركم هنا نون ساكنة مع نون، بيكون إيش يا مس؟ إدغام بغنة. نورم نورا فضرب، نورا فضرب هنا هذا بنسميه ايش؟ اخفاء. بسور له، هنا التنوين مع اللام بغير غنة. باب باطنه تنوين مع الاب اقلاب. من قبله النون مع الاق اخفاء. نكم معكم النون مع الميم بغنة، ادغام بغنة. فدية ولا تنوين مع الواو بغنة. من الذين النون مع الآمس إظهار هون. هون طبعا رح تحكوا لي هان في نون، لا بس هاي متحركة مش ساكنة يا مس. أن تخشع هون نون ساكنة مع التاء إخفاء. من قبل هون النون مع القاف كمان إخفاء. عندنا كثير منهم تنوين مع الميم بغنة، إدغام بغنة. أجر كريم التنوين مع الإك إخفاء يا مس. قرضا حسنا التنوين مع الإح إظهار، من أحرف الإظهار الإح. أيضا عندنا هون لعب ولهوا تنوين مع الأو بغنة، إدغام بغنة. لهو وزينة تنوين مع الأو بغنة، إدغام بغنة. زينة وتفاخر هان إدغام بغنة. تفاخر بينكم تنوين مع الإب إقلاب. تكاثر في تنوين مع الفي مع الإف إخفاء. غيث أعجب تنوين مع الآ إظهار.
مصفرا ثم تنوين مع الإث إخفاء حطاما 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 وفي هانا إيش يمس إدغام بغنة عذاب شديد تنوين مع الإش إخفاء شديد ومغفرة تنوين مع الأو بغنة إدغام بغنة عندنا هون ومغفرة مر من الله تنوين مع الأم إدغام بغنة عندنا رضوان وما تنوين مع الأو بإدغام بغنة كمان عندنا هون مغفرة من تنوين مع الأم بغنة إدغام بغنة النون مع الإر إدغام بغير غنة جنة عرضها التنوين مع الإع إظهر وآخر شيء عندنا من يشاء النون مع الإي إدغام بغنة عفوا إدغام بغنة هسا السؤال هنا تاني أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة واحد حكم التجويد فيما تحت وخط في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إيش حكم التجويد هون التنوين مع الأو إدغام بغنة يمس إدغام بغنة حطوا دائرة على ألف اثنين حكم التجويد فيما تحت وخط في قوله تعالى وتكاثر في الأموال هنا التنوين مع الإف إخفاء هسا هذا بضل عليكم واجب يمس بالبيت تتلوا الآيات سورة الفتح من 1-7 وتستخرجوا لي هاي الأحكام النون الساكن والتنوين أو شي اكتبوها يا مس على الدفتر هاي أو على الكتاب هنا اكتبوا لي إياها على الكتاب واستخرجوا أحكام النون والتنوين وبعتوا لي إياها على التطبيق ويعطيكم ألف عافية هي واضحة يا مس اكتبوها واستخرجوا من آيات سورة الفتح من 1-7 استخرجوا لي إظهار إدغام إقلاب وإخفاء ويعطيكم ألف عافية.